ما قالتلكيش انها قتلت توحيد؟ روح يا بنتي. زهرة، امك هتيجي ميتة. ملهاش مواعيد، اوعى تأذيها تاني يا عمي. لو لحقتها قبل ما تعمل حاجة ممكن اسامحها، لكن لو عملت اللي في دماغها مفيش حد هيرحمها من ايدي. روح انت. رجعت كيف بنت المركوب؟ بنت يا زهر. مين؟ أمه؟ في الوقت ما عرفش. فين الوقت يا بنت؟ قلت لك ما عرفش. كده يا زهرة هتموتين انا كمان. الواد جوا صح؟ ما عرفش. ماشي يا زهرة، انا مش همشي، هقعد جنب الباب لحد ما تناموا وادخل اجيبه واقتله. ابوي افتح يا ابوي، انا زهرة. فين باسم يا زهر؟ مع مهران عند عمي. مهران؟ ما كانوا مع بعض الصبح، في ايه؟ مفيش، عمي جبلني ومهران مسك في باسم وقعد يبكي ومش عاوز يسيبه، وعمي قال لي خليه يبيت معاه. ده فجر ايه؟ الراجل عريس ومعاه عيلين، كيه؟ هي ليلة وتعدي يا ابوي. ايه رايك يا فرحان؟ مهران وباسم معاك كملت. بتقولي ايه؟ هقول لك فضل ونعمه. حظك كده معلش. وانا قلت حاجه؟ بس مصلحه برضك. مصلحه في ايه؟ بدل مهران ما ينام وحده باسم ينام جاره. ممكن برضو. وبدل ما انت وانا ومهران بس يعني نبقوا لما الدنيا شتاء واللمة دفى. أيوة يا نورة يا بنتي، ربنا ينجيك ويقومك بالسلامة. لا ما تخافيش يا حبيبتي، احنا كلنا حواليكي، أنا وخالتك كاملة هنلبس ونجيلك. مين دي اللي هنلبس ونروحولها؟ نورة هتولد الليلة الساعة واحدة. يا حبيبتي يا بنتي، يتيمة يا كاملة، قومي ننجدوها. لا مش يتيمة، كلنا أمهاتها. وأبوها مش هنقولوله؟ أبوها زعلان منها بس لازم يعرف، ولو معرفش هيزعل أكتر. ومين اللي هيقوله؟ أنا. خير يا كاملة؟ لا مؤاخذة يا حاج، بنتك نورة مالها؟ هتولد الليلة دي. ربنا يقومها بالسلامة. مش هتروح لها يا حاج؟ لا روحوا لها انتوا وخدوا حماد معاكم، وانا هبعت لها فلوس معاها، وكافة شيء تعوزه هتقولها. حاضر يا حاج. وقولي لها ابوك هيسلم عليك ويدعي لك. حاضر يا حاج. خير يا حاج؟ لا مفيش حاجة. لا في مالك؟ نورة هتولد. مبروك ألف مبروك. وهو ده اللي مزعلك؟ لا اللي مزعلني إني مش هقدر أروح لها. ومين يقدر يمنعك؟ أنا همنع نفسي. وليه تمنع نفسك من حاجة أنت عاوزها؟ أروح لها كيه وأنا زعلان منها؟ زعلك واعر قوي يا محمد. أنا اخترتها وهي اختارت جوزها. ده زعل ولا حب؟
ما اعرفش، اللي اعرفه اني ما اقدرش اروح لها وانا زعلان منها. طب ما تقدر على نفسك وتروح. يا ريت يا فرح، انا طول عمري كده، الحاجه اللي اقول عليها لا ما ارجعش فيها ابدا. انت كده شديد على روحك قوي. ادعي لها انها تكون بسلامه. ربنا يقومها بالسلامه يا رب. لو عاوزني اروح لها اروح لها. لا، مندها وكامله يروحوا لها، بلاش يشوفوك. ادعي لها انت بس. مالك يا محمد؟ انت صاحية؟ ما اعرفش انام وانت صاحي. نامي ما فيش حاجة. حاجة فيه من ساعة ما جت زهرة وانت قلقان. ما سألتنيش الزهرة جت ليه؟ وانا مالي؟ اسألك في اللي يخصني وبس. جدعة فرحة، اكتر حاجة تعجبني فيك الحكاية دي. دي بس كلك على بعضك. أم الملك عفريت كل مصرف ويحضر تاني، مش عارف ليه. بص أنا ما اسألكش بنت أخوك قالت لك إيه عشان ده ما يخصنيش، لكن مالك وقلقان من إيه أسألك فيهم لحد ما تجاوبني. زعلان من نفسي. زعلان ليه؟ كل ما مدي ايدي على خيري احس ان انا عملت حاجه كبيره ما يصحش اعملها.